صباح الخير. أنا كنت عايز أسأل على معرض الأنسة كارما. ما أنا عارف إنه مش دلوقتي. محتاج أقابلها، فكنت عايز أعرف هتبقى موجودة إمتى يعني. هتبقى موجودة إمتى؟ في إيفنت. عايزها في إيفنت. طب متشكر أوي. متشكر. مع السلامة. طب إيه؟ يعني هما كده خلاص فركشوا؟ مش عارفة. هي فين؟ نايمة في الأوضة عندي. طب حاولي تتدخلي، الاتنين بيسمعوا كلامك. ما ينفعش. الحاجات دي لما حد بيتدخل فيها بتولع ما بتهداش. خلينا احنا برا الموضوع ده احسن. مش عارف ليه حاسس ان المشكله تافهه جدا، وعمر هو اللي قصد يعمل كده عشان يفركش. وعمر يعمل كده ليه؟ عبيط مثلا؟ لا بس يعني عشانك مثلا. عشاني انا ليه؟ بطل تشغل دماغك عليا يا حسن، انا فيا اللي مكفيني.